يقول السائل: أنا شاب أصرف على أهلي أنا وأخي، علما بأنني أعمل في وظيفة حلال، وأخي يعمل في محل بيع الأغاني، فهل يجوز أن نجمع المال ونصرف عليهم منه؟ لا، انصح أخاك في ترك هذا المحل وطلب الرزق في غيره، ولا تنفقوا من كسب الأغاني أو بيع الأغاني، لا تنفقوا من ذلك لأنه كسب خبيث. لكن انصح أخاك في أن يطلب الرزق في غير هذا المجال هذا. نعم.